يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد وبرنامج في النور. هل مرض السكر هو مرض قاتل؟ هل الشوكولاتاية ولا الآيس كريم ولا البسكوت لما يأكلهم طفل مريض سكر بالنسبة لهم ده شيء قاتل؟ مع الأسف حصلت واقعة، أم فقدت ثلاثة من ولادها اللي هم يعني ولادها الوحيدين، ثلاث أطفال، نتيجة أن هم كانوا مرضى سكر وأكلوا آيس كريم وأكلوا حلويات بزيادة شوية، ما لحقتش حتى تسعفهم. كانت النتيجة أن اتنين بمجرد ما وصلوا للمستشفى اتوفوا، والطفل الثالث بعد شوية مات. طبعا حادثة يعني صعبة وربنا يعزيها، ويعني مصيبتها ما حدش يقدر يتكلم عليها. ثلاث ولاد في غمضة عين راحوا نتيجة ان هم اكلوا شوية حلويات، زي ما بقول لحضراتكم ايس كريم وشوكولاتة وبسكوت، كانوا خارجين يتفسحوا وكانت النتيجة كارثية، وهي وفاة الثلاث اطفال. لكن الثلاث اطفال اللي هم اعمارهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين هم عندهم تاريخ مرضي مع السكر. لكن اللي احنا عايزين نتكلم عليه في هذه الواقعة، هل فعلا الطفل مريض السكر بمجرد ان هو ياكل حلويات ده بالنسبة له بيبقى شيء قاتل؟ لازم ان احنا يعني نعرف ازاي نتعامل مع الاطفال المرضى بالسكر، ويعني نخليهم يتجنبوا النوع ده من الحلويات تماما، ولا ممكن مسموح ليهم ياكلوا نسبة معينة. مع الأسف يعني التجربة دي تجربة صعبة جدا، لكن احنا عايزين نستفاد منها زي ما بقول لحضراتكم، علشان في الآخر ما يكونش حد يعني بيروح ضحية، خلينا نقول قلة وعي، أو إن الأطفال كانوا بيتحايلوا عليها فسمحت لهم، وفي الآخر التلاتة يعني الأمارات الملائكة دول انتقلوا بعد ما أكلوا شوية الحلويات. خلينا نعرف يعني إزاي نتعامل مع الأطفال مرضى السكر. وبتنضم لينا على التليفون الدكتورة ميري فايز أخنوخ، استشاري البطنة العامة والغدد الصماء والسكر في مستشفيات جامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك. يعني الواقع صعبة جدا طبعا، لكن اللي يهمنا دكتور، هل مرض السكر هو مرض قاتل؟ هل يعني الطفل اللي عنده مرض السكر بمجرد ما يأكل شوكولاتاية ولا آيس كريم ممكن يكون بيهدد حياته؟ هو الحقيقة أنا كان أول مرة أسمع عن الحادثة اللي حضرتك بتتكلمي عنها، وأنا مش عارفة ملابسات الموضوع الحقيقة إيه. لكن مرض السكر زي ما حضرتك عارفه بيعيشوا اعمار كثيره جدا جدا، يعني ما فيش حد بيموت بسبب السكر الا لو مش متصاحب عليه. احنا دايما بنسمي ان المريض لازم يكون متصاحب على السكر علشان يقدر يتعايش مع بعض كانهم اصحاب. بمعنى ايه يا دكتور متصاحب عليه؟ بمعنى ان احنا ممكن ناكل كل حاجه بس بنسب قليله. وعلى ما اعتقد ان من الكلام اللي سمعته من حضرتك، لا، هو مريض السكر احنا بنخاف عليه من الهبوط اكثر من ان هو يكون عنده علو سكر. هبوط السكر بيسبب له تلف في خلايا المخ. هي القصه ان الام كانت خارجه مع الاطفال واكلوا شويه حلويات، ولكن قالت بافراط شويه لما اتحقق طبعا في الموضوع، قالت ان هم اكلوا زياده شويه. فده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، يعني النسب الطبيعيه قد ايه للطفل مريض السكر من الحلويات؟ هو طبعا الحلويات عموما مش حاجه كويسه لا للكبير ولا للصغير، والسكر عموما من الحاجات اللي مش كويسه. فاحنا لما بنعوز ناكل الاطفال بنحاول ناكلهم حلويات مركبه. يعني ايه مركبه؟ يعني طقش، يعني نشويات اكثر ما تكون حلويات يعني. بس برضو احنا لسه حضرتك بتقول انهم كانوا ايس كريم وكانوا حلويات وحاجات زي كده، الحاجات دي بتبقى فيها نسبة دهون، فنسبة الدهون دي بتقلل من امتصاص السكر للدم، فبرضه ما ينفعش ان الاطفال يكونوا اكلوا الحاجات دي ففجأة يحصل لهم زيادة في السكر ويحصل لهم غيبوبة سكونية ويموتوا فيها هم الثلاثة، وبعدين كل جسم يقدر يتحمل. صعب قوي ان الثلاثة يكونوا ماتوا بسبب انهم اكلوا حلويات. بيدخلوا في غيبوبة، الموضوع بيبقى صعب، بيبقى ساعات يموت فعلا بس ممكن نلحقه. يعني اللي حصل ده حاجه نقدر نقول استثنائيه ومش ده الطبيعي اللي بيحصل، لكن يعني اراده ربنا ان الاطفال ينتقلوا. طبيعي ابدا ان هم الثلاثه فجاه يموتوا بسبب انهم كانوا ايس كريم مثلا.
بإفراط يا دكتور، هي أكدت على إن هم أكلوا كميات كبيرة بإفراط، يعني مش بسكوتاية مش شوكولاتاية، لا هم خارجين، وواضح إن يمكن الأطفال محرومين من النوع ده من الحلويات، فاليوم ده أكلوا مثلا بكميات كبيرة، فهل وارد إن مع دخول كمية كبيرة من الحلويات دي يحصل حاجة في الجسم تؤدي إلى الوفاة؟ هل هم قاعدين طول النهار ما بياكلوش غير حلويات؟ وحتى لو حصل كده هيبقى الوفاة بتاعتهم بالتدريج، يعني الأول هيدخلوا في غيبوبة وبعدين هننقلهم مش on the spot، مش فجأة كده يحصل لهم وفاة. هما طبعا دخلوا في حالة إعياء وعلى ما راحوا المستشفى كان حصل الوفاة، لكن في المجمل يا دكتور نصيحة حضرتك لمرضى السكر بصفة عامة وللأطفال تحديدا؟ هو طبعا أكيد لازم يكونوا بياخدوا جرعاتهم بطريقة مظبوطة، ده مبدئيا يعني. تاني حاجة لازم يكون في كيس سكر في البيت علشان نقيس قبل الأكل وبعد الأكل، وفي حالة هبوط السكر لازم نقيس. فطبعا إن وجود جهاز في البيت ده حاجة مهمة جدا. الأطفال لازم يتحسب لهم كمية السكر اللي هياخدوها في اليوم قد إيه، عايزين معلقة سكر معلقتين على حسب وزنهم وعلى حسب حجمهم وعلى حسب سنهم. فما ينفعش إن إحنا نأكل أطفال كميات كبيرة من الحلويات ونرجع نقول أصل سكرهم مش مظبوط. وخصوصا الاطفال بيبقى في حاله نمو، في حاله النمو بيبقى فيه شويه هرمونات وبيبقى فيه حاجات ثانيه بتاثر على السكر، بتخليه يعلى وينقص، وساعات بينقص قوي بالليل وساعات بيعلى قوي، ففي مهم قوي ان يكون معانا حاجه نقدر نقيس بيها السكر طول الوقت. واي مره يبقى فيها هبوط او الاحساس بانه مثلا الطفل عنده رفرفه في قلبه وعرق شديد بعينه شديد لازم نقيس بسرعه، لان زي ما قلت لحضرتك هبوط السكر اوحش بكتير من علاج. طبعا نتمنى الكل ياخد حذره سواء كبير او صغير واعي، او كمان لو اهل عندهم اطفال مرضى السكر لازم يكونوا حريصين على حياه ولادهم، ودي امانه يعني في رقبتهم. انا بشكرك جدا دكتور ميري فايز اخنوخ استشاري البطنه العامه والغدد الصماء والسكر في مستشفيات جامعه عين شمس. ومع الاسف الام هي المفترض كان يكون عندها وعي ان هي عندها اطفالها مرضى سكر، ما تسيبهمش بقى من غير ما تكون رقيبه عليهم ولا عارفه هم بياكلوا ايه ولا بكميات قد ايه، لكن تاني بنقول ما حدش هيكون حاسس بيها غيرها دلوقتي، هي في مصيبه وطبعا وفي حاله انهيار من بعد الواقعه الصعبه وفاه اولادها الثلاثه، تاني بنعزيها طبعا وبنعزي كل اسرته. خلينا نروح للوساطه الافريقيه في الازمه الروسيه الاوكرانيه. يمكن من فترة كنا شايفين اجتماعات بتتم على نطاق القارة الأفريقية ما بين الزعماء والرؤساء من أجل وجود وساطة أفريقية تسعى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تنتهي، وخاصة وإحنا بنتكلم أن أفريقيا متأثرة بشكل كبير بما يحدث يعني في هذه الحرب وتداعياتها. بالفعل امبارح شفنا زيارة لوفد أفريقي كان بيشارك فيه عدد من رؤساء مختلف الدول، وكان بيمثل مصر بالنيابة عن الرئيس السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ذهبوا إلى كييف، ذهبوا إلى أوكرانيا والتقوا بزيلينسكي، وكان في مباحثات حول إمكانية وصول يعني إلى حل أو إمكانية الوصول إلى مفاوضات تنهي هذه الحرب. خلينا نأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي في هذا اللقاء زي ما قلت لحضراتكم أشار أن أفريقيا بتعاني من تداعيات هذه الأزمة، من أكتر الأماكن كمان اللي بتعاني. ده وصل لينا في شكل أن احنا بقى عندنا أزمة في وصول الحبوب. لما نتكلم على روسيا وأوكرانيا من أكتر الدول المصدرة للحبوب بنسبة بتوصل تقريبا لربع في المية أو يعني ربع الكمية 25% تقريبا من الحبوب المصدرة من هذه الدولتين، أفريقيا اتأثرت كمان في موضوع الأسمدة. فالدكتور مصطفى مدبولي أكد على أن لابد من الوصول يعني لحل لهذه الأزمة يجنب هذه الدول ويلات وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. زيلينسكي أكد أن محادثات السلام غير ممكنة قبل انسحاب القوات الروسية من داخل أوكرانيا، يعني ده شرط كده زيلينسكي بيأكد عليه أن ما فيش محادثات سلام تبدأ إلا لو روسيا سحبت قوتها. طيب النهاردة بقى الوفد توجه إلى روسيا ووصلوا إلى ساحة سان بيترسبرغ والتقوا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن الفعاليات ما زالت مستمرة لحد وقتنا هذا، لكن اللي أكد عليه الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على محادثات السلام. لكن لو نربط كده الخيوط ببعضها، يعني زيلينسكي متمسك بعملية الانسحاب
وبوتين بيقول ما عندناش مشكلة، لكن في نفس الوقت روسيا سيطرت على 4 مقاطعات من أول ما دخلت هذه المعركة وضمتهم إلى أراضيها. فما إمكانية الوصول إلى حل؟ وما يعني قدرة كمان القارة الأفريقية أن هي تحدث تغيير في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية؟ نحلل أكتر، وبينضم لينا على التليفون الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مساء الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. ويعني سؤالنا أولا، إمكانية أن الوفد الأفريقي أو أن القارة الأفريقية تحدث شيء في هذه الحرب، حضرتك شايف إزاي التحرك أولا، وهل من الممكن أن يوصل يعني الموضوع إلى مفاوضات من خلال هذه المبادرة الأفريقية؟ هو طبعا في البداية يجب الإشارة أن المبادرة الأفريقية هي ثمرة جهود الاتحاد الأفريقي، وشكلت لجنة سداسية من دول الستة الذين سافروا وطرحوا هذه المقاربة المباشرة على أوكرانيا ثم الرئيسون مع روسيا، وبطبيعة الحال تلقوا ردود فعل كما أشرت وتكرمت. لكن المشكلة ليست في الطرح، المبادرة مبادرة فيها أطر عامة، يعني ليس هناك أحاديث تفصيلية، جزء منها مرتبط بوقف إجراءات إحالة الرئيس بوتين إلى المحكمة الجنائية، وقف إطلاق نار تدريجي ومرحلي، الانتقال إلى مرحلة إجراءات بناء ثقة بين الطرفين، وجملة من التفاصيل الأخرى. لكن بطبيعة الحال التحرك الأفريقي تحرك جيد ومهم ويجب في إطاره، لكن ليست بهذه الأمور تضار أزمة دولية كبيرة. من قبل الاتحاد الافريقي ومجهود الوفد الافريقي كان في المبادره الصينيه، والمبادره الصينيه برضه مبادره مهمه، وطرحت افكار ورؤى كثيره. ردود الفعل الاوكرانيه والروسيه لا تحمل جديده، يعني الجانب الروسي ابدى طبعا قبوله باي طرح يدعو لوقف المفاوضات، لكن شروط اوكرانيا ربما تبدو هي اللي هي يعني تحتاج الى مراجعه، لكن بطبيعه الحال هكذا تكون اداره المفاوضات، يعني حضرتك بتبتدي باقصى شروط التفاوض ثم تنزل الشروط الى نقاط توافقيه بين الطرفين. في كل الاحوال هو جهد مقدر من قبل الافارقه، وجهد يعني يحتاج الى دعم دولي، والدعم الدولي ممثل في الامم المتحده، يعني لا تتوقعي ان تنضم الولايات المتحده مثلا أو الاتحاد الأوروبي لهذه السداسية لاعتبارات متعلقة بالموقف الأمريكي المنحاز طبعا إلى أوكرانيا، وبالتالي الجهد الأفريقي يحتاج إلى آليات تولز أدوات، ويحتاج إلى إرادة دولية، ويحتاج إلى جهد دولي. يعني إذا دخل الصين على الخط مع الجهد الأفريقي فده شيء جيد، إذا دخلت الأمم المتحدة فأيضا سيكون الأمر مهم، يعني بحيث المبادرة لا تبقى في فضاء خارجي، إنما تحتاج إلى جهد كبير وجهد مقدر وجهد يحتاج إلى آليات للمتابعة. طيب دكتور طارق، أنا حابة نقف شوية مع يعني موقف القارة الأفريقية، وإن إحنا شايفين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بيتكلم على قد إيه أفريقيا تضررت من تداعيات هذه الأزمة، من حبوب ومن أسمدة، واتأثرت بشكل كبير. يعني فكرة أن برضو يتم إرسال هذه الرسائل ليس فقط لهذه الدولتين ولكن للعالم كله من خلال هذه المبادرة، وأن أفريقيا قد إيه بتعاني بعد يعني التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، هل ده ممكن يأثر بشكل ما على الأوضاع، يعني أو أن بعض الدول تتلقى هذه الرسائل بشكل ما؟ يعني خلينا نتمنى أن يحدث هذا، لكن طبعا ما أشار إليه رئيس الوزراء مدبولي مهم، لأنه الأفارقة هم أكثر الدول والأقاليم تأثرا بأزمة الأزمة الروسية الأوكرانية، مش في أزمة الغذاء بالمناسبة، لكن في ارتدادات أزمات متعددة في هذا الإطار. فمن ظني أن ما طرح يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى أمرين، الأمر الأول هو تنبيه العالم بأن استمرار الأزمة هيمثل مشكلة كبيرة في نقل الغلال والغاز وغيره، وطبعا الأوروبيين بذلوا مجهودات في هذا ووضعوا البدائل، لكن الأفارقة لا زال لديهم هم كبير ومشاكل متعلقة بالمجهوديات بالغذاء بالطاقة، وبالتالي في أمور كثيرة قوي، يعني الأفارقة يتحركون من مقاربة مصلحية، إذا انتهت الأزمة فشيء جيد تبنى عليه مرحلة ما بعدها، وأنا أظن أن هذا الأمر يعني في ذهن الجميع. لكن الإشكالية الرئيسة في هذا الإطار هو تصميم كل طرف على دفع الطرف الآخر بحافة الهوية، استراتيجية
حافة الهوية مطروحة، الجانب الأمريكي الأوروبي الأوكراني يريد دفع روسيا إلى حافة الهوية وعدم إنهاء الحرب ومحاولة توقيع روسيا بفرض منظومة عقوبات والاستمرار في هذا النهج، والأوكرانيين يريدون تحرير بلادهم، وهذا أيضا سيناريو تخيلي لأنه لن يحدث، أو أن روسيا يخرجون من مناطقهم التي أعلنوا ضم المناطق الأربعة كما تعلمي. صحيح. وبطبيعة الحال هذا أمر سيحتاج إلى جهد كبير. خليني كمان أضيف على كلام حضرتك، يعني آخر تحركات يمكن بوتين وأن هو بيوافق على نقل أول أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، فمنين روسيا بتعلن أن هي منفتحة على محادثات السلام، ومنين بتقوم بهذه الإجراءات وبتدخل أسلحة نووية في بيلاروسيا؟ يعني خلينا أقول إن النووي ده الملاذ الأخير للأزمة، ولم يحدث بصورة اللي فيها نوع من التخوف باندلاع حرب نووية وغيره. نقل الأسلحة النووية لا يعني استخدامها، لأن لدينا في العلوم الاستراتيجية خطوات استخدام النووي، محطات إطلاق ومحطات إنذار وبعدين تركيب للمعدات ورؤوس النووية على قواعد الصواريخ وغيره، فكل ولكن ده تصعيد في الأوضاع يعني. لكن هو أحد الخيارات، الرئيس بوتين يريد أن يقول للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي إذا لم تتوقفوا عن دعم أوكرانيا وإعادة تموضع القوات ونشرها وتحريك القوات على مناطق التنمية ومناطق أوكرانيا فسأستخدم كافة الأسلحة التي في يدي. النووي هو أخطر الأوراق اللي في يد جانب روسيا، لا تنسي أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة في حجم الرؤوس النووية وتتقدم في كثير من الاستراتيجيات في التعامل. إذا نحن أمام سيناريو يدفع فيه الطرفين من الطرف الآخر للتعامل، وطبعا هيبقى ليها تأثيرات ممتدة ومتعددة. طيب. في الفترة اللي همنا دكتور نعرف إذا كان يعني التدخل الصيني لم يحدث شيء والتدخل الأفريقي إحنا شايفين شروط كل طرف، فبالتالي لن نعول بشكل كبير على نتيجة هذه المفاوضات، الأزمة ممكن تنتهي إزاي؟ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية كيف ستنتهي؟ أنا في تقديري أنه لازلنا في إطار إدارة الحرب في روسيا وأوكرانيا، يعني إدارة الحرب في إطار الإدارة شيء، وتسوية الصراع أو الوصول لخيارات وسط شيء آخر. حضرتك نحن لازلنا في مرحلة الإدارة، كيف سينتهي؟ تنتهي هذه الإدارة أنا في تقديري في احتمالين. الاحتمال الأول هو أن توقف روسيا العمليات العسكرية وتنتقل إلى حرب شاملة على أوكرانيا، هنا سيتغير المشهد بدون استخدام نووي أو غيره، وبالتالي ستجتاح الأراضي الأوكرانية. روسيا هي روسيا بصرف النظر عما يجري، لكن هناك ضغوطات على الرئيس بوتين لإجراء هذا الأمر، والمؤسسة العسكرية الروسية تدفع بوتين إلى اتخاذ هذا الإجراء. الاحتمال الثاني هو أن يتم تقسيم أوكرانيا وإقامة مناطق آمنة، وملوح به الرئيس بوتين مؤخرا مناطق آمنة، يعني خلاص التقسيم يبقي الأوضاع على ما هي عليه وتنتهي العملية العسكرية، ويعلن بوتين خروج بعض القوات وتنتهي الأوضاع كما انتهى سيناريو ضم شبه جزيرة القرم من قبل في نوفمبر 2014 كما تعلم، يعني هذه الجزيرة ضمت إلى الفضاء الروسي وحسم الأمر، فبالتالي السيناريو ده وارد أيضا، وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمرين محتملين، لكن لا أتوقع أن الصين لديها فرصة أو إمكانيات أو قدرات للتعامل مع المشهد. الصين لديهم مقايضة دولية، يعني تسوي حضرتك مسألة فورموزا أو ما يعرف بتايوان، إن إحنا نسوي تايوان مع الجانب الأمريكي وأن يتم تأمين منطقة بحر الصين الجنوبي، وقتها يكون لكل حدث حد. طبعا هناك حسابات أخرى ويعني لنأكد عليه من كلام حضرتك يا دكتور، إن المشهد الروسي الأوكراني ما فيش رؤية واضحة لتطوراته أو كيف ستنتهي هذه الأزمة، على الرغم من كل المفاوضات والتحركات والمبادرات اللي احنا شايفينها في الفترة الأخيرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. ومن روسيا وأوكرانيا خلينا نروح بزيارة مرتقبة أو لقاء مرتقب ما بين الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طبعا اللي فاز في انتخابات الرئاسة مؤخرا بولاية جديدة. أعلنت يعني تركيا من خلال دبلوماسي تركي القائم بالأعمال التركي في القاهرة السفير صالح موتلوتشان إن أردوغان بيقدم دعوة للرئيس السيسي من أجل زيارة أنقرة، لكن الفكرة حتى الآن من الرئيس الذي سيتوجه إلى الدولة الأخرى لم تعلن بعد،
يعني الموضوع ما زال مفتوح، لكن المؤكد أن يعني هيكون في لقاء قريبا ما بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، هيكون في القاهرة ولا هيكون في أنقرة؟ لسه المعلومات لم تؤكد يعني بشكل صريح. طب احنا بنتذكر ان خلال الفترة اللي فاتت قد ايه حصل يعني تقارب في العلاقات، بداية كان بالمصافحة زي ما احنا شايفين الصورة اللي كانت على هامش مونديال قطر يعني اللي فات، او كمان شفنا فكرة زيارة السفير سامح شكري وزير الخارجية في فترة كارثة الزلزال اللي تعرضت لتركيا، أو كمان شفنا اتصال الرئيس لأردوغان وتهنئته على الفوز بانتخابات الرئاسة. لكن ملامح هذا اللقاء محتاجين نتكلم عليها أكتر. معنا على التليفون الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أهلا بيك يا دكتور. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني ما الأقرب لهذا اللقاء؟ احنا شايفين دعوة رسمية من تركيا للرئيس السيسي لزيارة أنقرة، لكن ايه الملامح المؤكدة يا دكتور حول هذا اللقاء؟ هل الرئيس السيسي سيذهب إلى تركيا أم أردوغان سيأتي إلى القاهرة؟ يعني أتصور أن هذه أمور يعني شكلية خارجية قشرية لن تقدم أو تؤخر في الكونتنت أو الجوهر الكور بتاع المسألة. مسألة هو واضح عودة العلاقات الطبيعية مرة أخرى، هذه العلاقات الطبيعية ما بين القاهرة وأنقرة، وهذا الانتصار الدبلوماسي وتلك يعني النهضة الدبلوماسية أو النجاحات الدبلوماسية أو الطفرة الدبلوماسية، يعني دبلوماتيك رينيسانس كما يسمونها، يعني في علاقات وعلائق التي تربط الدولة المصرية وشائج هذه العلاقات الدولية ما بين مصر وما بين محيطها، يعني في كل الدوائر، الدائرة العربية، الدائرة الإفريقية، دائرة البحر المتوسط أيضا. نعم، يعني كل الدوائر. أتصور يعني فكرة انتقال مصر من يعني من السكون إلى الحركة، السكون أقصد يعني في عصور سابقة، إلى تلك الحركة الديناميكية المفعمة بالنشاط والحيوية والتي تعمل ليل نهار على أن تفتح ويعني تدشن علاقات جديدة قوية وتمثل علاقات مروحة علاقات مصرية شديدة الاتساع يوما بعد يوم مع كل الأطراف. حيث نستطيع أن نؤكد أن دلوقتي مصر يعني صفر زيرو مشاكل أو صفر مشاكل، وأن علاقاتها يعني طيبة وجيدة مع كل الأطراف. دكتور طارق، لو هنسأل يعني أهمية أن يكون في لقاء مباشر ما بين الرئيس السيسي وأردوغان أو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ده هيفرق إزاي في العلاقات أو يحدث فارق يعني أن احنا نشوف لقاء على هذا المستوى الرفيع ما بين الرؤساء؟ ماذا سينتج بعد هذا اللقاء؟ يعني فارق كبير، يعني علاقة يعني هذه ذلك اللقاء لقاء أكبر من أن يوصف بأنه يعني تاريخي أو مفصلي، لأنه سيحول هذه العلاقات يعني ذلك الجفاء الذي استمر سنوات، ستنتقل العلاقات من الجفوة إلى ذلك التواصل ومزيد من يعني زخم في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة والاستثمارات في كلا البلدين بما يعود بالخير والنفع على شعوب يعني الدولتين مصر وتركيا. وتصور انه انتقال من الملح الى السكر، من الجفوه والشقاق الى الصداقه والتعاون، فيعني ما لم يكن احد يتصور على الاطلاق حدوث ذلك اللقاء، خاصه بعد ما كل ما تم في السنوات السابقه. ولا داعي ان ننكأ في الجراح الماضية ونقول يعني كان ذلك يعني التصريحات المتوالية من أردوغان بأنه لم يلتقي أبدا مع القيادة المصرية، كل ذلك تغير تماما طبعا وانقلب رأسا على عقب بفضل تلك السياسات الخارجية المصرية المتوازنة العقلانية التي لم تتورط على الإطلاق في مكيدات أو مشاحنات أو تظاهر، وإنما سمت وارتفعت فوق كل تلك العوائق والمشكلات. سريعا يا دكتور، هل في مواعيد لهذا اللقاء؟ يعني نقدر نقول ان خلال فتره قريبه هنشهد هذا اللقاء؟
واضح يعني العالم كله وهذه المنطقة بتتغير وتتبلور وبتتشكل وبيعاد ترتيب الأوراق. يعني شاهدنا هذه الزيارة وزيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران، هذه اللقاء المرتقب ما بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، كل ذلك يؤكد على أن ثمة يعني إعادة ترتيب وتغيير جذري في هذه المنطقة، وكل ذلك يعني يتغي السلم، التعاون، التنمية، النهضة، لأن كل تلك النزاعات وكل تلك الخلافات السياسية وعسكرت هذه الأنزعة لم تأتي إلا بالآثار التدميرية على المستوى السياسي والاقتصادي والاستراتيجي والإنساني، ولكن هذا التقارب وذلك الالتحام مع كل مكونات والقوى الإقليمية الكبرى في هذه المنطقة، وعندما نقول قوى إقليمية كبرى نقول مصر، تركيا، إيران، السعودية، كل ذلك سيأتي يعني بروح جديدة وبنسق وسياق جديد يتمثل في فكرة يعني عدم الانزلاق إلى مثل هكذا مشاكل، يعني لم تجلب إلا الخراب على كافة المستويات والأصعدة إلى عالم جديد تسوده روح الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وصولا إلى حلول ومشاريع نهضوية وتنموية تأتي بالخير وتحل هذه المشاكل الطاحنة التي بات يئن منها الجميع، المواطن الإنسان إقليميا، محليا، عالميا، دوليا، يئن من وطأة هذه الظروف المعيشية الطاحنة، ولا طوق نجاة ولا حلول خارج الصندوق إلا بإعادة الترتيب وإلى بالتصالح والتنسيق والتعاون بين يعني أطراف ومفردات هذه المنطقة. إذن بكل تأكيد نحن أمام زيارة ولقاء مش بس الدولتين اللي بيستنوهم، المنطقة والعالم بالكامل بينتظر لقاء الرئيس السيسي ورئيس تركي رجب طيب أردوغان. أنا بشكرك جدا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. وخلينا مشاهدينا نختم معاكم فقرة أخبارنا بتوقعات الأرصاد، خاصة إن إحنا في فترة يمكن يعني طلبة كتير خلاص أخدوا الأجازة وناس بدأت تطلع المصيف وعايزين يعرفوا الجو هيبقى كويس، البحر حالته إيه في الأيام اللي جاية والكلام ده كله. الأرصاد بتتوقع إن هيكون في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون طبعا معتدل ليلا على كل أنحاء الجمهورية. لكن زي ما قلت لحضراتكم يهمنا كمان وضع البحر إيه. في توقعات بتقول إن في ارتفاع حوالي 2 متر في البحر، فده اللي يهمنا عشان نعرف إمكانية إن المصيفين يقدروا بقى ينزلوا البحر أو محتاجين إن هم يتأنوا شوية في الموضوع ده، وإن كان طبعا دي بتكون خطوة صعبة لو أنت قاعد قدام البحر ومش عارف تنزل. فخلينا نتأكد من هذا الكلام. ومعانا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير دكتور محمود، التوقعات بتقول ايه ويهمنا طبعا معلومات عن وضع البحر في الفترة الحالية. يعني احنا الحمد لله بداية من مساء اليوم هتبدأ الأجواء تتحسن بشكل كبير بعد ما شهدنا موجة كانت شديدة الحرارة أثرت على كافة مناطق الجمهورية، وصلت معها العظمى على القاهرة ل 37 درجة مئوية، لكن بداية من هذه الليلة بتبدأ تتغير مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا. هنبدأ نتأثر بكتل هوائية شمالية جاية من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالي نقدر نقول إن من بكرة إن شاء الله في انكسار لهذه الموجة الحارة وهتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية. يعني في انخفاض في درجات الحرارة فندم؟ انخفاض يا دكتور بتقول لنا في درجات الحرارة. إن شاء الله في انخفاض من بكرة في درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة هتكون ما بين الـ 32 لـ 33 درجة مئوية، كمان السواحل الشمالية هتكون ما بين 26 لـ 27، يعني نقدر نقول إنها أجواء ما بين المائلة للحرارة إلى الحار شمالا زي السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد،
لكن هو ظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد ده خلال ساعات النهار. كمان خلال ساعات الليل الأجواء هتكون معتدلة بشكل كبير، والصغرى على القاهرة والسواحل الشمالية هتكون ما بين 20 ل 21 درجة مئوية. تمام. كمان نقدر نقول إن سرعات الرياح في أغلبها معتدلة، لكن بتنشط في بعض الأحيان على مناطق متفرقة سواء من السواحل الشمالية أو القاهرة الكبرى أو حتى مناطق من شمال وجنوب الصعيد بتكون غير مثيرة للرمال والأتربة. بالنسبة بداية من يوم الاثنين القادم في امتداد لمنخفض أو تبريد في الطبقات العليا للهواء، هنلاقي بعض السحب يوم الاثنين والثلاث على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ممكن السحب دي تصل لمناطق من القاهرة وشمال الصعيد. هل مسحوبة بالأمطار يا دكتور السحب دي؟ ممكن نشوف مطر بعد كده؟ ان شاء الله في فرصه لتساقط الامطار مع السحب دي يوم الاثنين والثلاث، فرص خفيفه كلها على السواحل الشماليه للجمهوريه، ممكن توصل لمحافظات الوجه البحري. لكن على كل حال السحب دي الشيء الاساسي فيها انها تحجب جزء من اشعه الشمس بشكل كبير، وبالتالي هتساعد على تلطيف الاجواء خلال ساعات النهار مع بعض مع نشاط الرياح اللي ممكن بيؤدي ايضا لتلطيف الاجواء. نقدر نقول بدايه من بكره لحد يوم الثلاث القادم الاجواء هتكون ربيعيه بشكل كبير، ولان من يوم الاربع ممكن نلاقي بدايه ارتفاع تدريجي اخر في درجات الحراره. طيب ده بخصوص حاله الطقس بصفه عامه، لكن يهمنا كمان وضع البحر، واحنا بنتكلم في فتره صيف واسر كتير بدات تسافر وعايزين يعرفوا في امكانيه نزول البحر ولا الفتره دي الموضوع مش مستقر. لا، الفترة دي في استقرار كبير طبعا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج هناك. دكتور محمود على كل حال، واحنا بس يا دكتور كان في مشكلة في الصوت فما سمعناش غير جزئية ان الموضوع مستقر بالنسبة لعمليات الصيد. بالفعل بالنسبة لعمليات الصيد والملاحة والبحرين خفيف لمعتاد وارتفاع لتجاوز على التحال، ده بالنسبه بكره واليوم اللي بعده ان شاء الله. على مدار الايام اللي جايه طبعا في حاله وجود اي تغير في حركه وارتفاع الامواج بنبلغ حضراتكم وبنظهر ده في نشراتنا بشكل دوري. طيب انا بشكرك جدا دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، ودي كانت كده نظره سريعه على حاله الطقس واهم احداث واخبار اليوم. لكن طبعا حلقتنا لسه مكملة مع حضراتكم، هنخرج لفاصل سريع وبعد الفاصل تبدأ فقراتنا الحوارية، استنونا.